Macher Ärzte. Ja, kommst du unter so an. والترتيبات التنظيمية ديال التضامنات دورة 13 وأيضا دورة 13 بطبيعة الحال كتجي في إطار يعني تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة والإشراف الدولي دائما اللي هو الفيدرالية الدولية للترياتلون والفيدرالية الإفريقية وأيضا الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع وبطبيعة الحال مؤسسات عمومية كوزارة الشباب والرياضة السلطات الإقليمية المحلية الجامعات الترابية كجامعة العرائش إقليم العرائش وجهة طنجة تطوان حسين. سوف نعطي الكلمة للسيد رئيس الجمعية عبد المجيد الشبابي ثم بعدها السيد رشيد صروخ اللي هو مدير هذه الدورة وبالتالي قدمنا واحد النهار مرأة مباشرة ندخلوا للأسئلة ديالكم. شكرا سي مجيد. شكرا سعب سلام بخليتي المنقل كشكركم على هذه الندوة الصحفية اللي كتعطينا عند روح الأهمية كبيرة عند مدينة العرائش وكشكروا الإخوان ديال الجمعية اللي هما يكونوا واحد يعني واحد العمل مهم ولهذا اللي غادي نقول كنشكركم جزيل الشكر وكنتمنى بان نكونوا حنايا في الصواب.